فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسلمت امرأة في بلد الكفار وهي بعيدة عن المساجد والمراكز الإسلامية، وليس هناك مسجد أو مركز إسلامي في بلدها. سؤالها: تريد أن تتزوج، فماذا تفعل ومن يكون وليها؟ وليها يراجعون المركز، له بعيد عنهم يراجعون المركز، المركز يوكل واحد يزوجها في بلدها، يراجعون المركز ويطلبون منه يوكل واحد يزوجها في بلدها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.